الفاصل والحين مع الهوكي. تفضلوا. واحد من فريق الامارات او الامامير او الحلوين، واحد من العصفية. فريق السفاح ومراته يتنافسوا ضد بعض، وعد ضد شدا، ومحمد العجيمي ضد سمير غانم. تفضلوا معنا. يلا تفضلوا. ليديز فيرست. وايده والاله يا بابا. حنلعب استغمايه. تفضل. يعني استغمايه. انا افتكرت وعد راح تلعب ضد شذا. والله ما ادري ايش رايكم. كل واحد احنا عشان الطفل انت تشتغل. يلا دفعه يلا ما عرفت اظهرك. يلا احنا اصحاب قوي. بس هغلبك. اوكي حبيبتي. 1 2 اكشن. يلا يا زيكو ساعدهم. بس بعدين يلا خلينا نشوف مين اللي راح يفوز. من اللي راح يكون اول او يقول اول. يلا بسرعة لازم احد يكون. اذا الشوط الاول للفوز لوعد. برافو. تفضلوا نشوف الشوط الثاني من راح يكون. يلا ايوه انا بقى هوصلك للمنصة. يا ريت. لانك انا ثقيل. يلا شذا ضد محمد العجيمي. ويا ترى منو راح يفوز بالشوط اللي فاتت وعد؟ هل راح تعوض الخسارة شذا؟ يلا لازم احد يفوز. شدي شدي حيلك ابو عيسى. يلا شدي شدي بيلعبوا فاول بره. يلا يعني تلعبون برا اكثر ما تلعبون داخل على فكره. الحين في ظل التعادل حريم جامدين ما شاء الله. لازم واحد يفوز. يعني نقطة لوعد فازت ونقطة لشذا فازت. الحين لازم نقطة الرجال الاثنين يتبارون عشان واحد فيهم يفوز، وبالتالي الخمس نقاط تروح لأحد الفريقين. هو واضح. لا هو واضح ان لما نسوان النسوان 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 يلا النسوان. هو واضح ان الحريم لما غيروا الرجالة ما ينفعش هنا خالص. لا هنا ورونا شطارتكم يا النسوان. براحة أهمية القضية. الحريم غيروا رجالتهم بقوا كويسين. يلا. وعد يا كابتن.
ودراسه. برافو. 27 30 للأمامير. خلينا الحين لعبة الجول، يتفضلون معانا وعد ومحمد لاجيني. يلا تفضل. ترى تعبتونا. ثلاث لمسات ثلاث محاولات عليها خمس نقاط يا وعد ويا محمد. يلا وين طبعا تقدرون تكملونها للاخر اللمسة الاولى بس ردوا ورا شوي. زيكو رجع الكرة ورا شوي كيف. يلا لا خلينا نوديها برا المسرح. خمس محاولات تقدرون تكملونها على بعض يعني. نكملها على بعض. وتكملونها على جولف ولا هو حاول تلعب. المحاولة الأولى خلونا نشوف. حلو. يلا أبو عيسى. يلا أبو عيسى. يلا أم حسناء. يلا أم حسناء. مو حيل ها؟ يلا يا وعد. حلو. لا بما إن قلنا أبو عيسى نقول أم حسناء بعد. يلا. يلا أم حسناء. يلا أم حسناء. دراسة دراسة. ثلاث محاولات. هذه الثانية هذه الثالثة. ثلاثة بخمس نقاط. أنا مو ساغر ثلاثة. أنا عبالي خمسة. لا تبررون خسراني. أوكي أوكي سوري. أنا حق ستين. على منصة العقاب. منصة العقاب. وخلونا نشوف كيف تلعبوا. خلونا نشوف الأغنية اللي حنعاقبهم فيها. عشان كملت الأغنية. الأغنية بدور أصعب أغنية في الدنيا عشان عقاب. يلا يلا في حركة الحين على فكرة قال لي بالفاصل يعرف يقلد عدل بالقاري بالقاري بالقاري. المايك الترجمة تحت ايش يعني القاري؟ القاري يعني الدراجة الهوائية باللغة العربية الفصحى. شو يقلد؟ بالكويتي بالقاري. القاري طب ليه بداري كده ولا وداري كده ولا داري كده ولا دي غنوة نيروبي. روبي حط كلوز على محمد وزين وحركاته العجيبة. يلا بقالي ليالي ليالي حبيبي بداري لا 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 طب ليه بداري كده ولا نداري كده ولا نداري كده بس بس يبا استاذ عروب انت يعني لهالدرجه انت مهروب. اذا 31 نقطة برافو. بدات بدات يا لاجيني بدات. اي مايك الرياضة تعبتني. انا وعد قعدنا وسط الضحك مستمرة. اذا خلونا الحين نستعد مع السفاح واقف ومستعد السفاح. السفاح عايز يسفح. عايز يسفسح صح. يسفسح صح. يلا. بقترح اقتراح. ان احنا نوفر وقت ونروح للعقاب على طول. ليه انا حاسه انك حتفوز دلوقتي. طيب خلاص هاتي خطوة. انا عندي احساس قوي. ده جولف. يلا بوس. ده جولف. في ابوس جولف جامد. جولف اسمك ابوس. يلا المحاولة الاولى نذكر ثلاث محاولات في خمس نقاط. يلا ورا لسه ورا. ليه حطيتوا لهم اياها قدام؟ لا ورا ورا. زيكو رجعها ورا شوي. لا تغش لا تغش زيكو. زيكو تكيل بمكيالين. يلا نبدا المحاولة الأولى. 1 2 أكشن. أيوه حلوة هذه أولها. واحد الله 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 من البداية. لا لا راحت 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 الدوحة. كمان هي هيك يعني سمير.
جميل من دلوقتي راح للعقاب، شايفين؟ انا مستنيك يا شذا. شذا يلا يا شذا. لا بالغلط مش شوي. واحده واحده بقى، واحده واحده. النبي انتم المحاوله الاخيره. المحاوله الاخيره. يلا يا حبيبتي، يلا يا قمر. اتفضل معاك. تصدق حاجه؟ لا والله صدق حدسك يا سمير. نعم صدق حدسك. احنا كنا متأكدين انك واقف في العقاب على طول. حبيبتي انا حبيت اختصر المسألة بس هي حاولت وانا بحييها. ويكفيها شرف المحاولة. بحييها طبعا، بحييها للكفاح ده. هي خلينا نشوف الاغنية. ست وين المايك؟ وين المايك؟ المايكات هناك. ثانك يو. والمايك عندهم؟ اه المايك اه عندكم. يلا الاغنية هي بقى مصرية. مصرية. انا مش بتاعت الكلام ده. الله. انا كنت طول عمري جامدة. والمرة دي ايه جرالي؟ انا ليه مسلمك؟ يلا. انا مش بتاعت الكلام ده. انا كنت طول عمري جامدة. انا مش بتاعت الكلام ده. انا كنت طول عمري جامدة. والمرة دي جرالي انا اللي مذنب. انا انت ازاي قلبت حالي يا سمير؟ مشتاق انا اللي تركت حالي يا وقت لجلالك. هي بتاعت الكلام ده. لا كسابة بتاعت الكلام ده. انا مش بتاعت الكلام ده. هي بتاعت الكلام ده. انت اللي بتاع الكلام ده. شكرا. ثانك يو. برافو. 28 نقطة يا بتوع الكلام ده. ميرسي ده رضا. احنا كنا عايزين نقطة. وصلنا للختام والنتيجة 31 للأمارات 28 للأخوة مراته. برافو برافو. خلونا الحين قبل لا نختم نشكر ضيوفنا اللي شرفونا ونجومنا من كل انحاء الوطن العربي من مصر الحبيبه سمير غانم. من العراق الشقيقه شذا حسون. من السعوديه الغاليه وعد. واكيد من بلدي الحبيب الغالي احلى بلد الكويت محمد العجيني. هتصور. برافو. هتصور. اذا وصلنا للختام. نلتقيكم باكر بمشيئه الرحمن. تصبحون على خير. كل يوم معاك حلو كانت كون مع النجوم. مع النجوم وياك. باك باك حليمة باك.